سلام، اليوم جيت ندوي لكم على واحد البلاتفورم اللي سميتها وان اكس بي. وان اكس بي هي واحد البلاتفورم اللي كتخليك تلعب باش تربح فلوس. غادي تقول لي كيفاش؟ كاين مجموعه من الطرق بحال الماتشات ديال الكره وكذلك الالعاب الالكترونيه. غنخلي لكم اللينك ديالها في صندوق الوصف. يو واتس اب جايز، السلام عليكم. فيديو جديد، مرحبا بكم في انذر فيديو مع جونا. سموحاش بزاف على هاد الغبرة هادي، غبرت تقريبا شي جوج سيمانات بحال هكاك ما بوستيتش فيديو. اللي غيسولني علاش؟ الحياة، بسبب ظروف شخصية، قراية، امتحانات، خدمة، بروجيات، يعني كنت شوية مبرزط وملقيتش كاع الوقت باش نخدم فيديوهات يوتيوب، وفي نفس الوقت شوية ديموتيفيت. انا رجعت لكم عاوتاني another energy whole new vibes. اوكي، سو الكونسيبت ديال اليوم غادي يكون على ترشيف ديال الرواب، يعني غادي نشدو الرواب اللي باينين وغادي نرتبوهم على حساب صناف اللي عندنا. عندنا اسطوره، يعني شي واحد اللي نادي بزاف، عندنا نادي كندي يعني ارتست نادي، كيغبر بزاف، غبر مده ما كيحتش بروجيات، حسن خطك يعني مازال سويتش امبروفا وما كنتش مزكش ليه كاينه لتحت. اوكي، سو قبل كلشي بغيت نقول لكم حاجه واحده، الترتيب اللي غادي ندير غادي يكون يعني مباني على الذوق ديالي وعلى الراي ديالي وعلى يعني الذوق الموسيقى ديالي اللي كنتش مزك، يعني شقد انت ولا انت يكون عندك واحد الذوق اللي مختلف. والصراحه ما كرهتش انتم تقولوا لي شنو هو الترتيب اللي جاكم ديال العوابة لتحت في لي كومونتير، يعني تقولوا لي شكون هو الرابر اللي مزيان اللي ما مزيانش. اوكي، يا سو قبل كلشي ما تنساوش ابونا، خليو لايك كومنت، تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، ودوزو عند الانستا اللي هو جونا لوفغي، نخلي لكم اللينك ديالو في الديسكريبشن وغادي يبان لكم فشي بلاصه هنا. اوكي، سو نبداو على بركه الله. اول ارتست غنبداو به شكون؟ حليو. حليو بدون منازع غادي نهزو ونحطو في اسطوره. علاش؟ كاين بنادم اللي بغي يقول لك كدا غي كريشي، كي غادي يقول لك زعما على الالبوم اللي كان حط، ماشي الالبوم، كانوا شي بروجيات اللي خرجوا في الديلاكس وغيرة اللي ما عجبوش بنادم، ولكن انا حاس بلي كاين واحد الكومباك نراجع حليو ديال شحال هادي. و الا كنتو كتشوفوا ستوريات ديالو راه بدا في البرومو ديال الالبوم ديالو، ديال الالبوم ديالو اللي هو ولد فاطمه الثاني ذا سكند، وخدام على الطراك ديال بطل العالم في 2. اوكي، سو بعد ما سالينا من حليوه ندوزو للارتست الثاني. الارتست الثاني اللي غادي ندوزو ليه غادي يكون المورفين. المورفين غادي نحطوه في نادي كندي يسال. علاش؟ حيت واحد السيد اللي تبارك الله نحيت لك شابه نادي ليريكو نادي، عنده واحد السيل ديالو لايك يونيك، يعني كيبقى ديالو سوية، نحطوه في نادي كندي. ارتست تشالت اللي غندوزو ليه اللي هو فيل جي. فيل جي دا واحد الغبرة خايبة، يعني غبرة مودة. صراحة كانوا كيحمقوني بروجيات ديالو، ارتست اللي كنت مزك ليه وباقي كنت مزك دابا البروجيات القدام ديالو. ارتست واعر بزاف ولكن غنحطو في كيغبر بزاف. علاش؟ حيت فغيمون كيغبر. اوكي، ندوزو دابا لشكون؟ ندوزو ليوس 45. نورمالمون يوس 45 من ناحية لايك كنقول الفلوج تكنيك دا ارتست اللي واعر بزاف، ولكن من ناحية ليماج، من ناحية الطريقة باش كيخدم، من ناحية كوتي بروفيسيونيل صباغا بالاول ما كيعرفش يخدم مزيان، ولكن دابا ماما للاسف غنحطو في حسن خطك للاسف. اوكي، دابا لما ندوزو لطاني. طاني حطو في نادي كندا. نادي كندا طاني ارتست اللي خدم مزيان هاد العام، خرج الالبوم الاول ديالو، خدام في الالبوم الثاني، خرج سينجلز اللي زوينين بزاف والله يكمل عليه. ندوزو شايفين. شايفين الصاب اسطوره، كيبقى احسن جروب دراب مغربي اللي داز على ما تشايخ راب المغرب الصاب، حيت ما يمكنش. شايفين الصاد دوزو شي لعيبات اللي فريمون واعرين، وكنظن الاغلبيه غيتشافقوا معايا في هاد اللعيبه هادي السويه، يسالوا اسطوره ويسالوا مكشر. دوزو دابا للفرده. الفرده الصاد خرج الالبوم ديالو، ممكن تمزكت لشي تراك ولا جوج، بان لي تراكات زوينه صراحه، ولكن للاسف ما كنتش مزكش ليه، يعني ما نقدش نجوجي انا نقول لكم زعما خياب ولا كذا، ما كنتش مزكش ليه للاسف، سوف نحطو في ما كنتش مزكش ليه. دوزو دابا المسلم. المسلم كاين بزاف اللي كيقول مسلم الصاد ولا كيخدم كوميرسيال ولا كيخدم كذا، هذا مابقاش كيما شحال هادي، ولكن الا جيتو تشوفوا البروجي الاخر اللي حط
اللي هو سكاتشي واقيلا واعر بزاف. داك واحد البروجيكت اللي نقيين واصلا هو محسوب على الجينيريشن القديم، يعني واحد الارتست اللي خلى واحد البسمه في عاب المغاربه سويسال شو بلاصه في اسطوره. نزول حاري حارس حارس جاو نفس المشكل بحال فيلجي. علاش؟ حيت عنده بروجيكت واعرين وكان كيحط سنيبيتس اللي بزاف تسمى بروجيكت اللي كتبغيهم انت تحطو، ولكن دوك البروجيات ماشي خرجوش الصعب وما كانش نتسناو الالبوم ديالو، يعني كتغبر بزاف الصاد، يعني غنحطو في كيغبر بزاف. دوزو البوز بوز الصاد يلا كان بالبلا دابا الكلاش ديال لا نوفيل جينيراسيون اللي دازت مع المبوق. كاين اللي كيقول شاد عليهم، كاين اللي كيقول كدا هادي. المهم بوز رابر نادي نادي كنادي طلع. ندوزو دابا لديزي ني ديزي حتى لفيغاس. ديجا الصاد تشاو شي بقى ارتست اللي قديم اللي واعر اللي عندو عزة عندو ستيلو لايك ناضي ما شوف طلع ان شاء الله. دوزو دابا شكون؟ دوزو الدراغا دراغانو دراغا الصاد ناضي كنادي واحد السيد اللي تبارك الله عليه كيخدم من ناحية الميكس كارتست، يعني كي تبارك الله عليه كيخدم ناضي حطوه في ناضي كنادي. دوزو الصاد الماد ماد الصاد تشاو يسال ناضي كنادي حط واحد الالبوم اللي واعر بزاف، وكاين بزاف الناس اللي انتقدو وقالو كيدور بزاف على الدارك ناس والساد ناس، ولكن صراحة البوم زوون نقي ما مخدوم في دي فيت اللي زوونين ناضي. اوكي دوزو البيغ. البيغ الصاد اسطورة. علاش؟ خلى ماشي خلى هز براب ودار شحال من حاجة الصاد لايك بيغ شي بقى الصاد تشوف داخل معهم في الاساطير، يعني كيبقى ناضي. اوكي دوزو دابا طوطو. طوطو الصاد من بعد ما خرج الالبوم الاخر ديالو ما عرفتش ما الالبوم صراحة خدا بزاف ديال البرومو، يعني انا مجانيش يسال ديك البرومو ديال بزاف حيت فريمون ما عرفتش. طوطو بلان هو غا على ود ديك ليماج الصاد ديال ديك اللعيبة ديال السبان في الستوري ولعيباش وكدا، غنحطو في حسن خطك حيت هاد ايماج الصاد ديال الارتست كتلعب بزاف، يعني الارتست باش يتكونيكت الصاد مع الاودينس ديالو ودو معاهم ماشي بالسبان وكدا، يعني ما بلانش غادي يهبط حسن خطك. سو جايز كان شادي نهاية لا فيديو. المهم حطينا الترشيب ديال عوابا وما كانش نتوما تقولوا لي شنو هو الترشيب ديالكم، يعني على حسب الذوق ديالكم في لي كومونتير لتحت. وبغيت نقول لكم سموحات على التعطال حيت فريمون عندي ظروف اللي هي شخصيه اللي بالخدمه بموسيقى قاية، يعني بزاف ديال الضغط بزاف باش كنلقى وقت باش يلا نصور فيديو. دابا ماشي جوج ديال الليل وكنصور وبزاف يعني شويه قاصحه. فوالا سو تسوش ابوناو تخليو لايك كومنت بارطاجيو الفيديو مع صحابكم وتلقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. بيس.